نظام لازم يحترم. انت لو عسكري عندي كنت اديتك جزء على التأخير ده. بس انا مش عسكري يا والدي. حتى المدنيين لازم يتبعوا النظام. حاضر يا والدي، اسف. فيه ايه اللي موافق كده؟ ده في دهانم بتقول لسعادتك تمر عليها في اوضتها قبل ما تخرج. صبوري التمام هيستنى علشان تفيدة هانم طالبة الكلام قبل ما اخرج. روحوا ليلها دي مش فاضي. حاضر. انا لما كنت والي على بلاد الاكراد قبل ما اجي مصر كنت عامل قانون صارم لكل شيء، علشان كده ما حصلش اي تمرد فترة حكمي. امين بيه، انت بتهرب مني ليه يا فندم؟ انت ايه اللي منزلك من فوق؟ هي بقى فوضى؟ محتاج اقول لك ان المكان هنا مخصص للرجال؟ بس انت مش قاعد مع حد غريب، انت قاعد مع ابننا خاصم. ولو النزول هنا باذنه للضروره، ولا خلاص انت ما عادش بتفهمي في الاصول. لا ما هو امين، اتفضلي يا هانم على اوضتك، انا مش فاضيلك. امال فاضي مين يا فندم؟ فاضي الفلاحه؟ اطلعي على اوضتك. ده ظلم يا فندم، ظلم، ده مش عدل لربنا. الشرع قال ليله عندي وليله عند الفلاحه، لكن انت مش بيجي عندي خالص يا فندم. أنا بقالي كام يوم ما جيتلكيش؟ 10 أيام يا فندم، 10 أيام. العشر أيام هيبقوا شهر. عايزه اقول لك كلمتين بس خايفه اقول. قولي يا قهرمانه ما تخافيش. اقول يعني عايزاكي تضحكي وتفرفشي وتبطلي حزن وعياط وشويه احمر زواج يعني وهدوم شفتشي ومسيدي. فاهمك يا قهرمانه عايزه تقولي ايه. عارفه لو لبست قلعت ودوم بعدد ايام السنه برضو مفيش فايده. هي ام الولد كهربانه. جاي لحد هنا فلاحة؟ اخرج انت يا كهرمان. حاضر. كتر خيرك يا بنت الوصول. انا جاي عشان اقولك ان امين بيه لا بيجيلك ولا بيجيني. بلاش تظلميني. امال بيروح فين يا فندم؟ في اوضته. من ساعة ما بيرجع ما بيخرجش منها. من يوم اسماعيل باشا ما اتشال وهو مش طايق نفسه ولا طايق حد. احنا مالنا يا فندم؟ احنا شلنا اسماعيل باشا. يا هاني انت ناسي انك ياما قلتيلي ان اسماعيل باشا هو اللي جابكم من تركيا لمصر وهو اللي عين امين بيه في الجيش. ايوه مظبوط يا فندم مظبوط. طيب ازاي ما يزعلش عليه الزعل ده كله؟ ثانية يا هانم، انت صحيح فلاحة لكن ست طيبة. يا اخي انا مش فاهم، هي مرات ابويا اللي طلقت منه دي؟ قريبتك ولا من بقية عيلتك؟ مالك متضايق عشانها قوي كده ليه؟ عشان حاسس انها مظلومة يا اخي. قول لي يا حسن، لو كان اللي حصل لمرات ابوك ده حصل لوالدتك كان هيبقى ايه موقفك؟ طلقها يعني؟ لا 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 ما افتكرش. وجات لك منين الثقة دي؟ اذا كان تغيير الستات عند والدك امر سهل جدا. لان امي بنت عم ابويا وعمه ده هو اللي رباه وصرف عليه، عشان كده بقى ابويا يغير في حريمه زي ما هو عايز، لكن يجي ناحية امي وما يقدرش يهوى. هيظهر ان في فرح في شارعنا النهارده. بينه وفرح ابويا الحاج يوسف على عروسته الجديده. والله انا معجب ابويا الحاج يوسف ده، يمتع نفسه عايش حياته على الاخر.
فوق يرد على الزغاريد اللي تحت. روحي يا عيشة افتحي الشباك وزغراتي، خلي الليلة دي تفوت على خير. على مهلك شوية يا مولانا. يا عارف أفندي أسرع أنت ولا تطلب مني التمهل. أمري إلى الله، سأسرع أنا لألحق بك. أنت جمال الدين الأفغاني؟ نعم. وأنت عارف أبو تراب قريبه؟ أيوة أنا عارف أبو تراب. فين أوراقه؟ ها هي الأوراق. اركبوا. الأوراق سليمة، إلى أين؟ مشوار صغير. لن أركب حتى أعرف وجهتنا. خدوهم. بعدين الشيخ اتأخر يا إخوانا. مش عادته يتأخر، الغايب حجته معاه، يمكن يكون تعبان ولا حاجه. ما هو لو تعبان كان عارف افندي جه قال لنا. ايه رايكم يا حضرات ناخد بعضنا ونروح الشيخ الافغاني بيته؟ الشيخ الافغاني يا حضرات مش في بيته. مش في بيته؟ امال فين؟ احساسي بيقول لي يا نديم ان الشيخ الافغاني حصل له حاجه. الشيخ الافغاني يا حضرات القبض عليه وطرحها للسويد، ومن هنيك ركبوه مركب ونفول الهند. ده كلام يعقل؟ ده كلام يا شيخ محمد؟ الشيخ الافغاني يتقبض عليه ويتنفي باوامر من الخديوي توفيق اللي كان تلميذه وبيعتبره امانه في الاصلاح؟ هي دي بدايه الاخطاء الكبيره يا نديم. المعارضين اصحاب الاقلام ارحم الف مره من المعارضين اللي بيحاولوا يفرضوا رايهم بالقوه، وبكره الخديوي هيدفع ثمن غلطته غالي. اسمعوا يا حضرات، ما دام المساله وصلت للقبض على الناس يبقى مفيش داعي للاجتماعات، توكلوا على الله وانا جاي معاكم. وليش ما مشيت معاهم يا شيخ محمد؟ أنا بالذات سواء مشيت أو قعدت فالأمر سيان. طول عليا يا أديب. بالليل كده ليه لوحدك؟ بشم هوا، ممنوع اشم هوا ولا لازم اخد الاذن منك؟ لا يا سيدي بسأل بس. اخيرا جيتي. مساء الخير يا اسماء. مساء الخير. لكن انت عرفت اسمي ازاي؟ سألت. طيب وانت اسمك ايه بقى؟ اسمي شاهيناز. الله، ده اسم جميل قوي. لكن انت ما قلتليش نزلت هنا ازاي؟ قلت لهم ان انا هنزل اتمشى في الجنينة، لكن انا عارفه انهم هيبعتوا الاغوى ورايا. شاهيناز هانو ده جاي ناحيتنا. شاهيناز هانو، راحت فين دي يا ربي؟ شاهيناز هانو.
محمد. اهلا، تعال يا مولات. انا عايزك بكره الصبح ان شاء الله تاخدي الاولاد وتسافروا. على فين؟ على البلد. ليه؟ في حاجه حصلت في البلد؟ لا، البلد كويسه والحمد لله. انا كل حكايه عايزك تاخدي الاولاد وتتفسحوا شويه، واهو تطمني على الارض وعلى الدهر. هو حاضر يا شيخ محمد، لو اني يعني كده حاسه انك مخبي علي حاجه. مفيش اي حاجه مخبيه عنك يا مولات. مالك يا شيخ محمد؟ فضفض يا اخويا اتكلم. مالي على الله، مفيش اي حاجه. مين بيخبط علينا الساعه دي؟ انت الشيخ محمد عبدو؟ ايوه انا الشيخ محمد عبدو. عندي امر بالتفتيش. مراتي جوه وبناتي. اتفضل. ده امر من الخديوي وبنافيك الى قريتك. ده اللي انا كنت فيه. الشيخ محمد عبدو يتنفي؟ ازاي؟ ازاي وليه؟ دي اسئله منطقيه بتاعت واحد عايز يفهم، لكن اللي بيجري حوالينا ده كله ما يتفهمش، ملوش اي منطق. واحنا هنسكت على كده يا سعد؟ قوم بينا، قوم بينا. ايوه نسكت يا اسف، ساعات السكوت بيكون عين العقل. انا رايي كمان ان احنا نهمد الفتره دي لغايه ما يبان لنا طريق نمشي فيه. بس لازم نعمل حاجه يا سعد. خد بالك يا اسف، رؤساء الحكومة منتشرين في كل مكان في الأزهر. يلا بينا. الحاج يا ست تفيدة، الحاج يا ست تفيدة. هيك يا رمانة. سيدي أمين مش هيجيلك بعد كده أبدا. بتدخلي إيه مخبولة أنتي؟ من غير زعل، أنت عارفة مين اللي برا؟ أغلى من قصر عابدين، جايب جارية من جوار القصر هدية لسيدي. جارية؟ بنت صغيرة إنما إيه؟ زي القمر. مش كفاية فلاحة، كمان جارية. انتي رايحة فين يا تفيدة هاني؟ سيبيني يا فندم، أنا مش ممكن أسكت على كده أبداً. طب استني بس لما نشوف إيه اللي هيحصل. فضل أفندينا على العين والرأس، أرجوك تبلغوا تشكراتي يا حضرة الأبا. اشكروا حضرتكم بنفسك بكرة في سجل تشريفات القصر. إن شاء الله اسمي هيكون أول اسمي في سجل التشريفات بكرة. عن إذن حضرتكم يا فندم. اتفضل. اسمك ايه يا حلوة؟ جولنار يا فندم. عاشت الاسامي. لا عاشت ولا كانت. اي جارية جديدة تدخل السرايا دي امين بيه. انت مش تعدل مع زوجاتك الاثنين، ازاي تجيب عليهم كمان جارية جديدة؟ ده في دهانم، انت مش هتبطلي عصبيتك وصوتك العالي ده؟ لا يا فندم انا مش هبطل كده. على كل حال انت عارفة انا عقابي بيبقى قاسي ازاي. اتفضلي على جوه، اتفضلي. اسف يا سيدي، ما كنتش اعرف ان وجودي حيسبب مشاكل. امنع الكلام. كهرمانة، يا كهرمانة. افندم سعادة البيت. جهزي اوضة في الحرم لك لجولنار. امرك سيدي. اتفضلي معها. خلاص بقى يا تفيدة هاني، احمدي ربنا انه فوت لك مهارداتك لغة المرة دي. ده ظلم يا فندم، ليه ربنا خلق ستات غلابة كده وادى الحق للرجال يتجوز عليهم ويجيب جاريات كمان؟ هما الستات دول مش بني ادمين يا فندم زي الرجال. واحنا في ايدينا ايه نعمله؟ يعني ايه؟
نسكت لحد ما يعتقها ويتجوزها. يتجوزها؟ مش معقول يا تفيدة هان. أمين بيه راجل عاقل، لو كان عايز يتجوز كان يتجوز من زمان. بس دي جت لحد عنده، ودي يا فندم بنت صغيرة ممكن تخلف له أولاد كتير. وأمين بيه كان مناه لازم يبقى له اخوات. هنعمل ايه ثاني يا هانم في المصيبه اللي وقع علينا من السماء؟ مش عارفه مش عارفه، لكن انا هحطها تحت عيني على طول. ربنا يستر بقى. معنى كده ان والدك بقى عنده ثلاث ستات هو كمان؟ هو لسه مش باين لحد دلوقتي اذا كان ناوي يضم الجاريه دي الحريم ولا لا، انما على العموم هو عنده جاريه. حلو، هو ده الكلام. لكن قول لي يا حسن، انت ليه والدك ما فكرش في حكايه الجواري دي؟ لا، كله الا الجواري دول اصلهم لازقه بغيرها ما يعرفش يخلص منهم، انما لما يتجوز سهل قوي انه يطلق ويريح دماغه. وبعدين الجواري تكلفتهم عاليه، لسه بقى هيشتري ويدفع. لا يا عم، الجواز ارخص طبعا. ايه؟ الجواز ارخص؟ طبعا، الناس في مصر اغلبهم فقراء، وبالتالي البنات عبء على اهليهم، لانهم واكلين نايمين شاربين من غير اي لازمه. عشان كده اهليهم بيجوزوهم باي طريقه عشان يخلصوا من مصاريفهم. سلام يا حسن. سلام يا اسم. باخر المطاف سي نديم، ادينا راجعين على اسكندريه تاني، مثل ما رحنا مثل ما جينا. ما زي المثل المصري ما بيقول، يا دي الشيله يا دي الحطه، راح على جمل جه على قطه. يا رجال بدي اعرف من وين عم جيب هالامثله؟ من امي. اصل امي دي كنز امثله شعبيه. والله انت بالك رايق سي نديم، شو عم تنكد كمان؟ وما نكدش ليه؟ انت تعرف يا ايوب اسحاق، لولا النكت على المصريين كان زمانهم طقوا. بعدين هنزعل ليه؟ احنا حظنا احسن من افغاني ومحمد عبده، لا اتنفينا ولا اتقبض علينا. اديك راجع الجريدتين بتوعك، وانا راجع لمدارس الجمعيه الخيريه الاسلاميه اللي انشاتها في هدوء عشان اطلع لمصر شباب يكمل مسيرتي. لكن شوف سيدي نديم، تعتقد ان في مثل هيك جو رح نعرف نكتب شي في الجرايد؟ متشيلش هم، اعمل برأي معاويه اللي بيقول: ولو كان بيني وبين الناس شعرة رأس منقطع، إذا هو شد أرخيت، وإذا أرخى شددت. بعتقد نحن على وصول سي نديم، الحمد لله بالسلامة. مين فيكم أديب إسحاق؟ عاوزه ليه؟ ما دفعش إيجار الشقة ولا مراته رفعت عليه قضية نفقة؟ بتهزر؟ أه صحيح، ده ما ينفعش معاه قضية نفقة، ده مسيحي. ممنوع الكلام، مين فيكم أديب إسحاق؟ أنا سيدي. هتتفضل معايا على حكم دار اسكندرية. ليه سيدي؟ هتعرف الحكمدارية. الأمر لله وحده، لحتى نشوف شو آخرتها معاهم. بالإذن سي نديم. نديم، هو أنت؟ أنت مطلوب أنت كمان. أنا؟ شوفوا أنتوا الاتنين، أنا عندي تعليمات أعد عليكم أنفاسكم، أراقب حركاتكم، سكناتكم. عشان كده قلت أنبهكم من الأول، أنا ما عنديش هزار، أنا بضرب وبضرب بشدة وبدون رحمة. ومين قالك يا حضرة الحكمدار إن إحنا هنعمل أي حاجة تضر بالأمن؟ إحنا رجال الخديوي وأكبر أنصاره في اسكندرية، والأيام بيننا. هنشوف. وأنت؟ سيدي أنا رجال شامي، لو ضايقتكم رجعوني بلدي. مش بعيد. مطلوب مننا أي حاجة تانية؟ لا. سيب، تفضل. السلام عليكم. بتعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ رجلي. طيب اعملي معروف، خلي رجليك اللي جابتك تاخدك من هنا. ايه انت مستنيه ايه؟ ما تفهميني انت عايزه ايه بالظبط؟ ممكن قاسم افندي تعلمني القرايه والكتابه؟
أعلمك؟ هو في ولد هنا بيعلم بنت؟ أنت ناس إن إحنا عايشين في مصر ولا إيه؟ ما هو ما فيش حريم متعلمين، كنت ذهبت لهم. يا بنت الحلال هنا في حاجتين، حاجة اسمها رجال وحاجة اسمها حريم، والاتنين ما صحش يكون في بينهم أي صلة، وأنت أكيد عارفة كده كويس. يعني مش هتعلمني؟ لا ما أقدرش. طيب قاسم أفندي، كتر خيرك. استنى، أنت قبل ما تيجي هنا كنت فين بالظبط؟ كنت عند والدة أفندينا. مشيتي من عندها ليه؟ ما أعرفش، أنا يوم ما جئت هنا جاء أغا أخذني من الحراملك، قلت له رايحين فين؟ قال لي هتعرفي بعدين، لقيت نفسي عندكم. لكن قبل هذا سمعت كلام، أنا الخديوي توفيق بعد موت ولي النعم الخديوي إسماعيل ناوي يوزع جريات ويلغي حراملك. طيب تفضلي دلوقتي، تفضلي. لكن لا يوجد أمل قاسم أفندي أن تعلمني القراءة والكتابة؟ يا ريت أقدر، بس لازم تعرفي إن مجرد وجودك هنا غلطة كبيرة، علشان كده لازم تمشي دلوقتي حالا. حاضر حاضر قاسم أفندي. إيه ده؟ إيه اللي جابك هنا؟ كنت أتفرج على البيت. طب تفضلي تفضلي اسبقيني على اوضتي. معقول اللي حصل ده؟ قدام لما تحبي تتفرجي على البيت تستأذني الأول، أخدك بإيدي أو أخلي كهرمانة تدور بيك تفرجك على البيت. وفي كل الأحوال مش من حقك تدخلي أوض الرجالة ولا رجلك تعتب جناحهم، مش هي دي الأصول؟ ولا ما تعلمتيش ده في قصر أفندينا؟ هو أنا عملت إيه بس؟ أنت لسه ما عملتيش، بس خلي بالك أنا صحيالك كويس قوي. فضلي على أوضتك. حاضر يا فندم. تقفلي عليكي بابك، فاهمة؟ حاضر يا فندم. سترك يا رب. كفاية كهرباء، أنا مش طايقة، كل ما أسمع كلام عن البنت دي جسمي يخيط نار. الله يكون في عونك يا ست. اسمعي كهرباء، روحي بسرعة عندها سنية هانم. حاضر يا ست. ده في دهانم عاوزاني؟ عاوزاني ليه؟ بنت الجارية كانت بتعمل ايه في اوضتك يا فندم؟ ما انا قلتلك هخلي عيني عليها على طول. مش كفاية يا فندم، مش كفاية، ده انا حبسها في اوضتها. زي ما قلتلك قبل كده ممكن امين بيه يعتقها ويتجوزها. والله ده في دهانم انا خايفة منها ومن اللي ممكن يحصل بسببها اكتر منك، بس مش عارفة في ايديا ايه اعمله. نعمل لها عمل يا فندم، بنت كهرمانة قالت لي تعرف ساحر ممكن ينقل حائط من مكانه. أنا هخلي كهرمانة تاخد قطر من قطرها وتودي سحار. سحرية تفيدة هانم؟ ده حرام. أنت عايزة يتجوزها يا فندم؟ لا طبعا بعد الشر. عندك حل تاني؟ أبدا. خلاص نجرب سحر، نجرب شفشبة. اللي تشوفيه. هاتي 3 جنيه. ياه هو العمل غالي قوي كده؟ بلاش بخل يا فندم، انا برضو اللي بخيله. خلاص انت جنيه ونص وانا جنيه ونص. كهرمانة، بنت كهرمانة جاهزه يا ستي. حد يا ابني يسيب شوارع الحلميه النظيفه وقهويها اللي بتقدم الشاي والقهوه في كوبايات وفناجين محترمه ويجي عشان يشرب الشاي في قهوة في حي شعبي؟ أيوة أنا يا سعد. هو ده اللي بحيرني يا أسمى،
تناسي ان ابوك امين بيه راجل تركي ومن الاتراك في مصر. من دول فضلك يا سعد، انا مصري زي زيك، والناس اللي انا ماشي وسطيهم دول ناسي وانا بنتمي ليهم، ومش عاوز اسمع منك الكلمه دي مره تانية. اقعد هنا. اتفضل. اشرب ايه يا فنديه؟ انا اشرب قرفه. خلاص؟ اتنين قرفه. القرفه مشروب الشيوخ. وبعدين معاك بقى يا شيخ سعد، انا بحب الشيوخ. وحشني قوي الشيخ محمد عبده وقهوه متاتيا، وحشني جدا. انا ما اظنش انه هيقدر يرجع طول ما الخديوي توفيق هو رئيس مجلس النظار. ربنا قادر يريحنا من قبضته ويبعت لنا رئيس نظار غيره. ومع ذلك انا متفائل. متفائل ليه؟ لانه كلما اشتد الكرب هان، علشان كده انا حاسس انها تفرق قريبا ان شاء الله. ربنا يسمع منك يا قاسم. اقرا المحروسه، اقرا. اصل الامه طالت قوي. معقول؟ مش قلت لك كلما اشتد الكرب هان؟ القرفه يا مبروك دولة لورياد باشا. شكرا افندينا. بوير، في اول لقاء بيننا احب ان ابلغك بمهمتك كرئيس للنظار. اولا اريد ان تكون قبضتك حديثية، الامن والنظام لهم اولوية. ان شاء الله افندينا. اريد ان اشعر ان اختياري كان في محله. افندينا احنا مش هنختلف بخصوص القبضة القوية، لكن احب اقول لك اني ناوي اقوم ببعض الاصلاحات، يعني مثلا نلغي السخرة، نرفع مستوى المعيشة، لازم نعمل شيء من التوازن. تمام. المهم عندي هو السيطرة على زمام الامور. الصحافة تتكلم بحساب، والجيش اهم شيء. الجيش لازم القادة يصحوا وما يعطوا ضباط مصريين أي فرصة للتمرد زي ما حصل قبل كده. أؤكد لك أفندينا أن ناظر الحربية عنده تعليمات بكل شيء. حضرات القادة، دولة ناظر الحربية عثمان باشا رفقي. ثابت. حضرات ضباط، المجلس ده انا عقدته النهارده لضباط اتراك فقط، لان التعليمات عندي واضحه ومحدده بخصوص سيطره على الجيش. الصراع بيننا وبين ضباط مصريين اصبح صراع حياه او موت، بمعنى احنا يا هما. وأظن مفيش حد من حضراتكم ممكن يترك مكانه ورتبته والنعم اللي هو فيها ويتحول تابع لضابط مصري فلاح. سعادة عثمان باشا رفقي، اسمح لي أسأل سعادتكم إيه الأوامر المطلوب تنفيذها منا بالضبط؟ سؤال وجيه حضرة خورشيد باشا. المطلوب الآتي: عدم إعطاء أي فرصة لضباط فلاحين، تقديم أتراك عليهم في كل شيء، أخذ المصريين بمنتهى الشدة عند الوقوع في أي خطأ. اسمح لي يا سعادة الباشا ناظر الحربية. اتفضل حضرة أمير اللاي. السياسة دي كانت سبب في مشاكل عديدة أيام أفندينا إسماعيل باشا، وكلنا فاكرين مظاهرة الجيش ونتائجها. الكلام اللي بتقوله ده حضرة أمير اللاي وصلت بيك الدرجة انك تعدل عليا؟ هتعلمني اتصرف ازاي؟ نسيت نفسك حضرة صاحب عزة؟ عثمان باشا انا انت ايه؟ انت لازم تروح تشتغل مع عرابي احسن. طبعا ما هو ابنك لازم يكون نضح عليك، مش هو تلميذ افغاني ومحمد عبده؟ سعادة الباشا انت مش تتكلم.
تفضل اجلس حضرت عمي العلاي. حضرات ضباط، السياسة اللي قلتها لازم تتنفذ بالحرف الواحد وبدون أي تكاسل. أما أنت يا أمين بي، أنا أحذرك إذا تكرر موقفك ده تاني أنا هحولك للتقاعد. انتهى المجلس. شرفت السرايا ونورتها. الله يحفظك. اهلا بيك. اتفضل. في الحقيقه كنت متضايق شويه، قلت مفيش حد اقدر افضفض معاه غير اخويا مصطفى باشا فهمي. اهلا بيك. خير؟ بنبه عثمان باشا رفقي لخطوره التفرقه في المعامله بين المصريين والأتراك، عاملني بمنتهى القسوة، هددني بالطرد من الجيش. بس كده؟ إذا كان على عثمان باشا رفقي فأنا هعاتبه على شدته معك، لكن في نصيحة ليك أمين بيه، سيبك من الفلاحين دول خالص. غريبة، أنت اللي بتقول كده يا مصطفى باشا، مع إنك اتولدت في البلد دي وأكتر واحد عاشر الفلاحين دول. عشان كده أنا أكتر واحد من الأتراك عاش معاهم وفهمهم كويس وعارف مدى خطورتهم. نفس الكلام اللي بيقوله رفقي باشا. معاه حق. شوف يا أمين بيه، إحنا بنورث الحكم في البلد دي من مئات السنين، من أيام شجرة الدر ما قتلت تورانشاه، والأتراك بيحكموا مصر مرة تحت اسم المماليك ومرة تحت اسم الدولة العثمانية. يا ترى عايزنا بعد العمر ده كله نسمح للفلاحين دول تبقى راسهم براسنا؟ بس دي بلدهم مصطفى باشا. ولو المكان الوحيد المسموح لهم بيه انهم يكونوا فلاحين عندنا، انما الحكم لازم يبقى في ايدينا احنا، واي محاولة للتمرد لازم نضربها فورا وبكل عنف، ولا مش بعيد ننضرب من البلد دي. فهمني أمين بيه. خير يا شهناز؟ الخروج الليلة كان صعب قوي، العيلة كلها سهران. عارفة لو ما كنتش جيتي كنت زعلت قوي. قول لي يا اسمي فين، هو انت تلميذ فين؟ في مدرسة الإدارة والألسن، وهتخرج السنة دي. ما قلتليش انت متعلمة؟ يعني ما بتعرفيش تقري وتكتبي؟ لا، والدي قال ان البنات لما بتتعلم الكتابة والقراية بيكتبوا جوابات للشبان، علشان كده مرضاش يعلمني. يعني هو التعليم مفهوش غير كتابة الجوابات؟ هنا زانو الاغاني، شوفنا الدنيا بسرعة. هنا زانو، ايوه هنا زانو.
انا هنا. شاهيناز هانو، انت ازاي تخرجي بالليل لوحدك؟ زهقت من قعدتي طول النهار في البيت. تفضلي يا فندم جوه، تفضلي. حاضر، لوحدك انا عايشه في سكتي. ايه انا محوشه 10 جنيهات، ايه رايك لو تاخدهم وتعلمني؟ بقولك ايه يا بنت الناس، انا ماليش دعوه، انا ما بعلمش حد. كنت فاكره انك هتفهمني لانك متعلم، لكن يظهر اني غلطانه. تصبح على خير. ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ انا مش مربيها عليكي ما تخرجيش من اوضتي خالص. ايه اللي خرجك منها دلوقتي؟ انا كنت بسال قاسم افندي سؤال. لو عندك سؤال تسالي يقول لي انا. تفضلي على اوضتك. يلا سؤال ايه اللي بتساله لك يا قاسم؟ ها؟ لا انا ما لحقتش افهم. وانت تسمع لها ليه؟ تشجعها ليه؟ دي تاني مره يا قاسم. عارف لو والدك هو اللي شافه ايه اللي هيحصل؟